به انا سائق بها يعني يقول لي اودي راه كيف عاود غيديروا هذه راه خصني تهدي هذه هو الكلمه اللي غادي تقول ما وصلتي والو ما توصل بغيتي الناس ياخذوا ماك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السي عنتاري مصطفى، كاتب وطني ديال الاتحاد الوطني للنقل، منضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية. على إطر هذا القرار اللي ربما حنا كنسمعوا الآن بأن غيخرج واحد القرار، يعني قرار صادر من ولاية جهة الدار البيضاء اللي فيه العقوبات حول سيارة الأجرة ورفض الزبائن اللي كيرفضهم سائق سيارة الأجرة. حنا بصفتنا كمؤطرين وكنقابين حنا ضد اي سائق مهني اللي كيرفض الزبائن، ماهيش الزبائن، حنا ضد ديالو. وكان يعني والعقوبات يعني هذه يعني من حق الولايه تصدر عقوبات، ولكن ما تكونش عقوبات اللي هي قاسيه بالنسبه لقطاع سياره الاجره والظروف اللي كيعيشها القطاع وقطاع سياره الاجره، كي لا يخفى على الجميع يعني كل عامه ويعني والخاص كيعلم بان سياره الاجره يعني راه كيعاني بواحد المعاناه كبيره. وحنا كنقابه وكنقابات جميع النقابات وكتنسيقيات وطنيه اللي راسلنا وزاره الداخليه وراسلنا وزاره ولايه جهه الدار البيضاء حول حل المشاكل بالنسبه لقطاع السياره ووجد واحد الارضيه اللي كتكون مناسبه بالنسبه لقطاع السياره للاشتغال فيها، باش غادي نكون انا مشتغل بارتياحيه وبرياحيه يعني ما خص اي سائق يرفض الزبائن، خص استقرار في العمل اللي كنطالبوا به دائما. استقرار في العمل بالنسبه للمستغلين كتكون طالبنا بالنسبه للمستغل تبقى استمراريه العقود، يعني انا عندي كاري واحد المعدونيه خصني نبقى نستمر في العمل ديالي ونستمر في هذيك المعدونيه حتى نكون شبعنا انا وما بقيتش بغيت نردها المولى. هذا هو الحق والغني، هذه الارضيه. وكذلك بالنسبه للسائقين المهنيين اللي كيشتغلوا في سياره الاجره كيشتغلوا مع السائقين كمساعدين حتى هما تكون عندهم الاستمراريه. حتى لان الاستمراريه في العمل والاريحيه في العمل راه ما يمكنش واحد الشخص هو مضغوط بالروسيطه 300 درهم 350 درهم 400 درهم في اليومي وزائد المازوت اللي هو غلى غالي، المازوت يعني وصل 13 درهم دابا وتفضل غلى هاد المعيشه هادي. كيفاش بغيتوا انتم السائق المهني غادي يعيش وهو غيخدم وهو مرتاح؟ راه اللي عطيتو الراحه ديالو راه هو ما غاديش يرفض الزبائن، راه ما غيرفضهمش تماما. وعنا هيك على التطبيقات الذكيه اللي خدامه في السيارات الخاصه اللي هنا 7 سنين و80 وحنا كناديو بان هاد السيارات الناس علاش الدوله ما خدتش مبادره عقوبات صارمه في حق هاد التطبيقات وتحجب هاد التطبيقات وتخرج رخص بالنسبه لهاد المهنيين. حنا كنطالبوا باسقاط المعدونيه واخراج رخص للسيارات للناس المهنيين باش تكون عندهم رخص. إلا كانت عندي رخصة ديالي وأنا كنشتغل وأنا مرتاح كنعرف راسي بأنني هاد السيارة ما غاتقلعش لي وغدا غدا نصب عاطين على العمل راه ما يمكنش لي غادي نرفض هاد الزبون. واش كيفاش أنا غادي مرتاح وغنرفض الزبون وأنا كيف علاش؟ راه هاد الرسالة هادي هي اللي بغينا نوصلوها للناس المسؤولين ودائما كنوصلوها للناس المسؤولين قبل ما يخرج هاد القرار وهاد القرارات اللي كياخذوا يوجدوا الأرضية ويرجعوا واحد القانون اللي غادي يحمي الناس اللي كيشتغلوا في قطاع سيارة الأجرة. أما باش نجيو ناخذوا واحد القرارات يعني ربما هذا اللي خدا القرار او اللي غياخذ القرار ربما عنده مشكل مع سياره الاجره او الله اعلم. لا نشاركوا، شنو هي التشاركيه؟ علاش سيدنا الله ينصرو كينادي بالتشاركيه؟ خصنا تشاركونا حيت حنا كفاعلين خصنا مموتين القطاع خصنا حنا نتشاركوا مع مفارقة. ما يمكنش تصدر لي واحد القرار اللي باش تضربني به انا تصوتني به تسلخني به. لا حنا كنرفضوا هذا القرار هذا حتى يريحوا معنا وحنا معاهم. انتم رافضين لهذا القرار؟ بالطبع انا ما دمت ما شاركتينيش فيه وما خديتش بالراي ديالي ايضا غادي نرفضوا، لان فضل ضل انا كنقولها في الزياده ديال الغازوال والضغط في مدينه الدار البيضاء لومبوتياج زائد التطبيقات زائد الكونتور العداد اللي نادينا به بالزياده في العداد المازوت زاد الغازوال زاد والعداد باقي هو ما بالو كان هز ثلاثة الناس 8 دراهم عيب شعار 8 دراهم تهز بهم ثلاثة الناس ماشي عيب وعار محشومة عيب وعار باش أنا في الدولة في هاد العزلة نهز أنا ب 8 دراهم ثلاثة الناس والغازوار كيدير 13 درهم هاد 8 دراهم ديال اش احنا طالبناهم زيادة بالنسبة أي شخص واحد 8 دراهم مزيانة جوج أشخاص تكون 10 دراهم قلنا لهم ثلاثة الناس تكون 15 درهم أقل كورسة باش يكون تا سيارة الأجرة يخشاغل بحال هكا
ما غيبقاش رفض الزبائن، راه ما كيرفض، راه رفض الزبائن يجي يقول لك العصيده بارده، يجي يديروا الدفاع، يجي هو يخدم سياره الاجره وقطع سياره الاجره، هو يجي يشوف يريحوا مع الناس اللي كيمثلوا القطاع ويتناقشوا معاهم قبل ما يصدر هذا القرار هذا. وحنا راه ماشي ضد القانون، حنا راه مع القانون ومع الزجر. القرار حنا تفاجئنا به، نورمالمون ولا كان هذا القرار غادي يكون خاصها تكون واحد القرار، يخرج قرار عملي قبل ما يطبق على ساحه التفعيل ديالو، وخاصها تكون واحد استشاره مع النقابات، مع الناس المسؤوله ديال الطاكسي قبل هذا القرار، وكتكون واحد تدوينه قبل ما يخرج هذا القرار هذا باش يتطبق. خاصها تعلم الناس المسؤوله على الطاكسي باش يديروا التدخل ديالهم. بالنسبه للطاكسي كما كيعرف الجميع ان الزبون اي وجهه كيبغي يمشي لها راه كدي ليه الطاكسي، راه ما يمكنش ان الطاكسي خارج هو اساس. علاش؟ باش يدي الزبائن، فما غيقولوا لي راه غادي يديهم. كاينين بعض المشاكسات كتكون ما بين الزبون وما بين السائق المهني، في هذه الناحيه غادي نقولوا ان راه ما كاينش المشكل غير في السائق المهني، راه في هذاك الزبون كنشوفوا بعض الخطرات ان الزبون كيسيروا لك اربعه البلايص كيقول لك علاش اللي ما ديناش الوجهه، تما راه كيرفض هذاك الزبون انه يدي هذيك الوجهه بحكم انه هو المسؤوليه اللي عنده انه خصو يدي واحد ثلاثه البلايص كما كيعرف الجميع. هما كيكونوا اربعه البلايص كيقول لك لا غير بلاصه صغيره زايده، راه ما كتسماش هذيك بلاصه زايده، راه حتى هي راه روح هذيك، عارف غادي يطرى شي مشكل راه غادي يتحمل المسؤوليه هذاك السائق المهني. اللي خصو يعرف الجميع ان بتي طاكسي في العالم كامل كيعرف واحد السعر اللي هو غالي بزاف، في المغرب لا، بالنسبه لبتي طاكسي كي رخيص بزاف، يعني خصو يكون واحد التدخل. حنا معاهم في اي قرار اللي في صالح لا مصلحه ديالهم ومصلحه ديالنا، ما يكون لا دار لينا ولا دار لهم.